هذه المؤسسات بتاع نيوكاسل اللي هو السعودي قال لك ايه؟ قال لك احنا اشترينا نيوكاسل دي ب 300 مليون جنيه استرليني. واحنا داخلين لما شفنا قيمه تشيلسي النهارده اتباع بكام؟ الراجل لما باعه لما حصلت حرب روسيا وضغطوا على الملك بتاعه الروسي واشتروا الناس وبتاع بكام؟ تخطى ال 4 مليون استرليني ولا 3 مليون استرليني. ليفربول بكام النهارده؟ هو الراجل بيقول كده بيبرر ليه اشتروا نيوكاسل. اللي بيقول لك هنصرف ونشتغل حتى يصبح بزنس اقتصادي ضخم ونعلي قيمته جدا عشان بعد 4 5 6 سنين يبقى قيمته 3 مليار و4 مليار و5 مليار و6 مليار. طب السعوديه محتاجه ال 6 مليار جنيه استرليني بذمتكم؟ لا مش محتاجه، بس هي بتعمل كده لتعظيم لإيرادات اقتصادية وبناء قوة ناعمة من خلال كرة القدم على مستوى العالم. طب احنا ليه ما نعملش كده؟ يعني ليه ما نعملش كده؟ مش هنروح نشتري بره، عندنا رجال أعمال شارين حاجات بره وسويرس والناس دي في أستون فيلا، ما لناش دعوة، لكن بتكلم على هنا. ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نبنيش كيانات اقتصادية في ظل جماهيرية ضخمة هي الأكبر في إفريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط؟ ليه ما نعملش كده؟ فالاهلي حط البذره ثم بدا الانطلاق. نبص لها بقى انه اهلي ونفطسها اهو، ده بتاع مانشستر سيتي اهو الخبر اللي كنت من كام بقول لكم عليه، 613 مليون مانشستر سيتي يعلن تحقيق ارباح قياسيه في موسم 21 22. فالاهلي حطها كده. انا اللي برجو ايه؟ ما تاخدش الناس، يعني انا مش عايز الناس يبقى الافق بتاعها طول الوقت محدود صغير كده. لازم كله يبني وكل يفكر كيف تبني كيان اقتصادي ضخم. ده انا لما انا شخصيا وانا قلت قبل كده لما كان انتخابات الكابتن الخطيب وانا بقدره جدا وبحبه جدا وعلى فكره خطيب اسطوره في كره القدم وراجل زميل انا في الاهرام سنين، كابتن الخطيب معانا في الاهرام 25 سنه في مؤسسه الاهرام يعني، هو كابتن حسن حمدي. ورغم كده لما جت الانتخابات وقفت مع المهندس محمود طاهر بوضوح بس دون التقليل ابدا من شان كابتن الخطيب. ولما وقفت وكتبت وقلت وكنت رئيس تحرير الاهرام الرياضي قلت كده، قلت انا عايز المهندس محمود طاهر وداعم للمهندس محمود طاهر حتى يتحول الاهلي لكيان اقتصادي، لان المهندس محمود طاهر راجل اعمال، راجل كويس جدا محترم جدا طبعا، عنده افكار كرجل اعمال ضخمه جدا وكل الكلام ده. فحتى ينتقل الاهلي من نادي بتاع كوره لنادي بتاع كرة لكن كيان اقتصادي ضخم، ده كان فكرتي كده وقتها. وما ان المجلس بتاع كابتن الخطيب بيبدا يفكر هو كمان كده فاحنا داعمين ليه جدا وبقوه جدا. وعلى فكره وقلت الكلام ده قبل كده لما اختلفت مع الكابتن الخطيب ومجلسه في هذه الفتره ولا زعلنا ولا اتخاصمنا ولا اتخانقت ولا اتخانقنا ولا كل الكلام ده، عشان الناس اللي بتقول لك اللي بيختلف مع مجلس الاهلي المجلس خالص بالعكس نهائي لم يحدث، وده شهادة حق يعني. فالإيه المانع إن القاطرة دي ندعمها وندفعها وندفع كل من يجرب وكل من يسعى لأن يكون بنفس الشكل؟ فعلى الأندية الشعبية اللي بعد الأهلي على رأسها الزمالك تشتغل بنفس الفكرة وكلنا ندعمها بدل ما نقعد أنا ما عنديش رأي مش معنى الأهلي ما نشتغل كلنا ما نفكر، ما تجيب ناس تفكر واشتغل وابني. والبنى عمر ما نتيجته بتيجي في يوم وعمر ما نتيجته بتيجي ده اسمه المكسب السريع السهل ده ولا حاجه ولا حاجه. ان الرعايه عندي مثلا 30 مليون 40 مليون فلما اقعد تبقى 60 يعني ولا حاجه برضه. قيمه الزمالك اعلى من كده بكتير، بس ايه السر انه مش واخد حقه؟ ندور في ده كزمالك يدور في ده، هو ده قصدي يعني، عشان الناس ما تاخدش الموضوع بنتكلم الاهلي وما بنتكلمش على الزمالك، بنتكلم على الزمالك وما بنتكلمش على الاسماعيلي، لازم الناس كلها تشتغل بنفس المفهوم ده. فعشان كده بقول ايه؟ الاهلي عنده الفتره الجايه شغل اكتر من اللي فات. الوزير الدكتور اشرف صبحي راجل داعم لفكره الاستثمار، هو نفسه في المؤتمر الاقتصادي الاخير الرئيس طبعا عمله موجود واتخذت فيه قرارات مهمه جدا على مستوى الدوله، باخد مثلا الحته الرياضيه وقال لك ان الاستثمار الرياضي وان وصل لكذا، هو بيتكلم على بطولات استضفناها وتسببت في فتره كان فيها ركود على مستوى الفنادق او على مستوى السياحه الكورونا والكلام ده، لكن حصلت حجوزات كتيره فندقيه وحصلت حجوزات كتيره على مستوى النقل والمواصلات وكل الكلام ده، ما ده فلوس داخله، ما تنظيم البطولات دي كلها فلوس داخله البلد، فده اسمها تنميه اقتصاديه
واستثمارية. لكن هو المهم ايه في مجتمع كرة القدم واستغلال الشعبية دي؟ ان البلد يخش لها دخل بالعملة الصعبة من بره. ليه؟ لان انت عندك اعلى شعبية في الوطن العربي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وبتقترب من شعبات كبيرة على مستوى العالم في كل حتة. مظبوط كده؟ فعشان كده الاهلي لما يقول لك انا بتعامل مع شركه الماني، ما فلوس جايه من بره لبناء الاستاد او لرعايه الاستاد. طب ما هو الزمالك يعمل، ما دي فلوس تيجي من بره. وانت بتيجي تقول نفسنا انه وكنت انا امبارح وانا بتكلم مع كابتن سيد معوض لما بقول له الوزير السابق للشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز عمل بوست وقال فيه انه التطوير الحقيقي لكره القدم لما يكون عندك 50 محترف في اوروبا في دورات كبيره في اوروبا مع حق 1 مليار% فنيا هيفرق معانا 1 مليار%، واقتصاديا يفرق معانا كتير جدا لان انت بتبيع لعيب وفلوس بتدخل زي ما العالم كله بيشتغل. فلازم عندنا الانديه تعمل كده، ودي مؤسسات كبيره. الوزير صدق او اعتمد، لازم عشان خاطر تشتغل في كل اللي انا عمال اقوله ده، وعقود الرعايه والاستاد الجديد دي شراكات الاهلي بيقوم بيها مع شركات مهمه سواء داخليه او خارجيه، لا تتم من ناحيه قانونيه الا باعتماد الوزير. فالوزير اعتمد مش عارف النهارده ولا امبارح الاتفاق والعقود التي تمت مبدئيا بين النادي الاهلي وبين المتحده للرياضه او يونايتد سبورت اللي هي المسوق كمسوق حصري للنادي الاهلي، اللي فيه 1 مليار دخلوا 2 رعاة، وفي 4 5 6 رعاة جايين، في 1 مليار تاني على الاقل تباعا بقى. ما بعد الاعتماد ده، ما الوزير اعتمد خلاص رسمي والموضوع خلص، هتبتدي الاهلي يعلن عن الرعاة بتوعه بقى سواء في ظهر الفانيلا على الشورت الكلام ده خلال الفتره القادمه.